اسعد الله صباحكم كل خير في حلقة جديدة من فقرة بدون تحيز. في البداية أرحب بإخواني، حياك الله يا منصور، صباحك الله بالخير. تبقى يا أبداح وتنجى، الله يرضى عليك، صبح بالنور، صبح على الزملاء الغالين، صبح على السادة المشاهدين، وصبح على الجميع، وصبح على المتسابقين، يقول لهم صباحكم خير عقب هجاد جاهم أمس. إن شاء الله يعني أجادوا وأحسنوا التصرف. نعم. الأخونا الغالي صدصد سلطان آل سعد، وعاد بنجي في المحاولة، ما ودي أجبعها مثل أخويانا اللي قبل. زين، سالم عبد الله، حياك الله يا منصور، يا مرحبا أبو سحاب، حياك الله، صبحك الله بالخير. الله يصبحك بالنور. أنا كان ودي والله تبدأ بأبو عبد الله، بما أنك أكبر مني 8 سنوات 10 اللي تبيه.